calling, but it's hard because I'm falling. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بكامل الصحة والعافية إن شاء الله. كما كتشوفوا دابا شادين الطريق من عين تكي إن شاء الله هنا وندوز إن شاء الله في هذا الفيديو جديد إن شاء الله. نضربوا بكم جولة ونفكروا شوية الجالية المغربية المقيمة في الخارج ببلادها. شوف على ديكور كي داير هنايا، هذا كامل كيتسمى سيدي موسى المجدوب. وسيدي موسى المجدوب كما كتشوفوا داك الجامع، داك هو السيد بالضبط، هو داك سيدي موسى المجدوب، هو داك السيد. هنا هذه المنطقة هذه ديال سيدي موسى المجدوب مهتمة بالفلاحة، عندهم أراضي فلاحية خصبة صالحة للزراعة. تبارك الله زوينة البلاصة هادي. والقدام كما كتشوفوا الهيج سيدي بن علي، وهنايا هادي كاملة كتسمى سيدي موسى المجدوب. المهم اخوتي نتحركوا دابا نطلعوا من هاد العقبة هادي. هادي والحيدة كدور ليه؟ أنا جلس انا برا. المهم اخوتي غنهبطو ناخذ شي لبينه نشوفو كيكون اللبن ديال هاد المنطقه هادي كيكون زوين تبارك الله وطري. المهم نهبطو دابا غنمشيو عند السيده هادي ناخذ شي لبينه ان شاء الله. انتم معنا اخوتي لا فيديو. ها واش اللبن؟ السلام عليكم. شحال البنت؟ 5 درهم. قلت لعمه لعمه ما يخرجوش للشامبي. سيروا لهي ولعبوا عاد تبقوها. شو بقول؟ سواي لعبتها وهي
غنمشيو واجي. انا باغي ندير بوا. بغيت شحال؟ باغي شي. واجي شيطرو. واخا راني. حيدي مشي بشمي شوف. كاين القطعة غادي يدي مع القطعة. غادي يصايكوك هنايا. يلاه هذا زويده بعد هذا ديري لي عندك ماشي ميك يلا نصور هذا ماك وصات عندك لك في الميك يلا عودنا ما تحلينا واحد الراجل شي خبز شحال كنت كدير هذا نحسب لك 80 صغير في هاد البلاصة حنا فين كيتواجد الغار ديال الحلوف هنا في هاد البلاصة في الجبال هنايا كيتواجدو صراحة الطاقة واعرة الطاقة ديال سيدي موسى المجدوب هادية
طريه. نعم صافي ابني قديم عندهم ما عرفتش انا. بابا وقف وقف صراحه منظر هائل هنايا، بلادك كيجي كيفوج هنايا كيرتاح نفسيا. المهم كيمشوا، هذا هو الساكن، بحال كان شي بنايات هنا، ما عرفتش انا ديال اش هاد البنايات هادي، كما كتشوف هادشي قديم يا جور قديم هنايا.